بدأ من السودان. في رأيك لين تملي السودان لما تشكم ده؟ والحضارة النوبية بدأت من السودان. نوبي كultureة السودان لما باش تمشتر. والسياحة يمكن أن تكون واحدة من البرامج الرئيسية جدا في السودان. توريزم بعد كي عن إلك شيء البروغرامات من شغل مالد توريزم كيف؟ نحن ننظر للتربية للتجربة التركية بفخر. Türk deneyimine onur şeyle bakıyoruz böyle öğrenerek bakıyoruz diyor. Ve na'taqid en hunalik furs dakhma jiddan lil ikhwa al mustasmirin al atrak Sudan'da. Sudan'da Türklere çok bayağı yatırım yapacak bir şey var yani orada kapasite var orada yapılacak. Bi hukmi hadi al mawarid ve bi hukmi al mawqi' al jughrafi kadalik lil Sudan. Hem bu olanaklarından dolayı hem de yerinden dolayı mevki coğrafya mevkisinden dolayı السودان هو مدخل للخليج لأنه 12 ساعة بالبحر من السودان لجدة. كل منتجات السودان يمكن تدخل للخليج بأكمله. تم السودان ورنيرس كفزو كناخ جمشوز جرمكتدر. وكل الإنتاج من أقصى غرب السودان لا يتعدى 18 ساعة ممكن يصل للميناء. Sudan en batısından limana port Sudan limanı yani en fazla 18 saatte ulaşır yani her şey ulaşmaya var. Ve Sudan هو المدخل لأفريقيا لأنه هو أفريقيا إذا بالجيش. عضو في منظمة الكوميسا اللي هي منظمة دول شرق وسط أفريقيا. أورتا دو أفريقيا الكبيرة بالنينا بيدر. وهي منظمة حركة البضائع فيها معفية من الجمارك. Bu gümrük anlaşması dahil de bu ülkeler bunlara gümrük şey soruktur. Adet sukkana 340 milyon nesana. 340 milyon insan kapsamaktadır bu anlaşma şey. Ve huve medhal li garbi Afrika tamamen. Aynı zamanda Afrika ile giriş sayılır Sudan. وهو مدخل رئيسي كذلك لدولة إثيوبيا اللي هو تعداد حوالي 100 مليون نسمة وما عندها مدخل غير السودان أو جيبوتي. جيبوتي لا إثيوبيا إذا قرش يعني كابو سايدرز قرش. وأنتم عندكم استثمارات في إثيوبيا كبيرة. إثيوبيا إذا يترنا النزوار. دائما أنا أحب أوضح إنه الإمكانات الموجودة في السودان إذا أخذنا فقط إمكانات الجلود نحن عندنا نفس عدد الثروة الحيوانية كما في إثيوبيا. Ben her zaman söylerim, mesela deri sayısı Etiyopya'dan aynı sayıdadır. Etiyopya tusaddir muntajat cildiye 600 milyon dolar. 600 milyon dolarlık ihracat yapıyor Etiyopya. نحن نصدر جلود ب 38 مليون دولار. 8 مليون دولار. الفرق في السياسات. بو سادس سياستان دوام بير شيدر يعني بو فرق سياستان دوام. ونحن في السودان الآن ماشيين في اتجاه إقرار سياسات تساعد على إعطاء قيمة مضافة لمنتجاتنا. Biz şimdi şu anda şunu amacımız artık ek bir şey yapmayı yani kolaylaştırmayı bu ihracat işini. السودان أكبر مدخل من ناحية الخضر والفواكه يمكن أن يكون لأوروبا ولروسيا. السودان سبزة بالميوة بطلنا بلكي أوروبا وشيلي بس روسيا داهي بس بالذات في الشتاء لأنه نحن منتجاتنا بالخضر والفاكهة بتكون في فترة الشتاء اللي بتكون ما في إنتاج في العالم. أوروبا كوزي بلجيسن رتم ديورنا بس ده هو قشن رتم يور. ماشي فاكنا دولايا شو هذه فرص نعتقد انه يمكن ان نستفيد منها اما في الزراعه نفسها بشقها النباتي او نستفيد في اعطاء قيمه مضافه لمنتجاتنا الزراعيه وهذا هو الدور الذي ننتظره من الاستثمارات التركية إن شاء الله في السودان. الاتفاقية الزراعية التي تم توقيعها بين السودان وتركيا مؤخرا تعطي ميز نسبية عالية جدا للمستثمرين الأتراك في السودان. تركيا ترمجرنا çok büyük oranlar sağlıyor. فيما يختص بالتحويلات وما إلى ذلك ويمكن بعدين السيد السفير يعطي بعض الإضاءات حولها. شكرا لك سيد باش مونسوس بس ده هذه تكتشفها غير بكم نحن فقط أتينا لنؤكد إنه نحن ننظر للتعاون بين الدولتين نظرة إيجابية. Biz buraya girmemizin nedeni bu ya olumlu baktığımız içindir Türkiye'de. Ve nulqi ba'd ad-daw ala ba'd al-imkanat al-mawjuda fi Sudan. Bazı olanakları size aydınlatmak istedim. Yani şu olanakları sunmaya geldim. Ve hususen inne indena kanun lil